السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنعمل فيلم بسيط جدا ببرنامج شوكيس. هاجي هنا في لوك واقول له شوتس، اقول له انا عايز اعمل كرييت ستيل. ده بيعمل لي لقطة بسيطة، ممكن اقول له انا عايز اوربت، عايز زوم ان، زوم اوت، تراك ليفت، ممكن اقول له زوم ان. تمام، بيقول له طب انت عايز المسافة قد ايه؟ ماشي، ممكن اروح مغيرها، اقول له خليها مثلا كده 3 متر مثلا، واقول له بريفيو، ودي المدة اللي هي 5 ثواني. تمام، ده مثال بسيط. طبعا الفيديوهات دي بنعمل كذا فيديو ونروح حاطينهم كلهم ورا بعض بحيث يبقى شكلها لذيذ. ممكن ستارت تو اند، ستارت تو اند بحدد لقطة في الأول ولقطة في الآخر. ده اللي ستارت ايه، ستارت هير. ممكن أنا مثلا أحرك ده شوية كده وأقول له ستارت هير. طيب ستارت اند ممكن نلف المبنى كله كده، تمام، وادخل مثلا جوه المبنى اهو، تمام اهو، وده ستارت انت. وعدد الثواني خليها مثلا 10 ثواني، واقول له بريفيو. تمام، ده مثال بسيط الحاجة اللي احنا ممكن نعملها في الفيديو. وممكن اقول له لما تيجي تعمل نقلة اعمل مثلا فاد فروم بلاك لمدة ثانية. يعني ايه فاد فروم بلاك؟ يعني لما تيجي اقول لك ابدأ من اول، اعمل لي بس ايه، سود الشاشة شوية وظهرها تاني. تمام، بالطريقة دي بنبدأ نعمل فيديوهات. اقول له ابدأ من هنا، اقول له ستارت. تمام، ده الشوت وكانت مجرد صورة عادية. ده شوت 5 اللي هو كان الزوم. ده فيديو بسيط، ان شاء الله الفيديوهات الجايه هنشوف حاجات اكثر تشويقا ان شاء الله. عمر سليم.